مين فينا ما يتمناش ان يكون معاه كلب مواصفات عالميه، ولما تاخد القرار وتنوي وتروح تشتري الكلب تلاقي فيه لا قدر الله مشكله من المشاكل الثلاثه اللي هتسمعهم في الفيديو ده. الفيديو ده انا عامله لك مخصوص، ايوه انت اللي بتتفرج عليا، انا عامله لك علشانك عشان لما تيجي تروح تشتري الكلب سواء من عندي او من عند اي مزرعه ثانيه تبقى انت فاهم وواعي وعارف انت بتتفرج على الكلب ازاي. وعلشانك انت ويكون الفيديو مفيد لاقصى درجه حبيت اطبق لك الموضوع ده عملي بناء على عميل جه عندي المزرعه وبياخد جرو من عندي. وقبل ما الفيديو ياخدك مني ما تنساش تنزل حالا تشترك في القناه وتعمل احلى واعلى لايك منك للفيديو، وما تنساش تحط الكومنت بتاعك ورايك في اللي انت اتفرجت عليه. استاذ احمد شرفني النهارده، جاي لي من المنصوره، كان قصدني في جرو مستوى رقم واحد في الخلفه وانا ما كانش ينفع ان انا اتاخر عنه، كل اهل المنصوره فوق راسي واهل كرم وانا بحب المنصوره جدا، زرتها اكتر من مره، بس انا حابب اعرف احمد اشمعنى عصابه الكلاب والقطط مع ان عنده مزارع كتير في المنصوره الله اكبر، ده غير المزارع اللي موجوده هنا في مصر، فهنعرف منه اشمعنى عصابه الكلاب والقطط. اول حاجه عشان خاطر ان الكابتن يعني بسم الله ما شاء الله حاجه كبيره، وان هو بقدم يعني كميه نصايح او كميه حاجات بتفيد المشاهد تخليني ان انا اجيب من الكابتن، حاجات كتير تخليني ان انا اجيب من الكابتن. اول حاجه ان هو فيد كل مشاهد عنده، بحاول ان هو يستفيد للمشاهد اكتر من اي حاجه تانية، فان انا كشخص الاقي ان الشخص ده ان هو بقدم نصايح ليا وان هو حابب ان هو يفيدني او ان هو حابب يقدم ليا معلومه، ده حاجه كفيله ان هي تخليني اجيب من عنده. وغير كده كمان المستوى بسم الله ما شاء الله حاجه من عنده، حاجه يعني عظمه، يعني مش محتاج اقول كلام يعني. الجرو دلوقتي يعني مستوى الله اكبر عامل ازاي يعني حاجه، فزي ما انتم شايفين كده احمد مش عارف يمسكه بيد واحده، طول ما الدم نقي والدم نظيف اعرف ان الجرو هيطلع اعلى من اهاليه. ليه؟ لان الدم النظيف بيجيب لي ورم، ما بيجيبش الاهلي بس، لا بيجيب لي الاب والجدود وجدود الجدود. ليه؟ عشان خط الدم نقي، خط الدم نظيف، وخط الدم اللي مش نظيف ما يجيبش للاب اصلا، وتلاقي الجراوي طالعه مستواها قليل. فاحنا كده عرفنا ان الخط الدم النظيف ما يطلعش اب، لا يطلع الاحسن من الاب والام. تمام، كلنا شفنا دارك، هوريكم الام واحمد هيشوف الام اتقل من دارك مره ونص كمان، يعني الله اكبر الام حجم تاني خالص خالص، وده من رزقه، ده من يعني سبحان الله على نواياكم ترزقون، فده من فضل ربنا عليا. في نقطه بقى انا حابب اقولها لكم، اركب بس الميكروفون الاول، في نقطه انا حابب اقولها لكم، وانتم بتشتروا جرو سواء بقى من عندي او من عند غيري، انا عامل القناه دي كلها علشانكم وعلشان خاطر افيدكم. لما تيجي تمسك الجرو وتشتريه اول حاجه لازم تعملها تبص على الفتحه بتاعه الاخراج من ورا، لو لقيتها حمراء وملتهبه اعرف ان الكلب ده لا قدر الله كان عيان وخارج من عيا وبيعمل اسهال كتير وبيعمل حمام مش طبيعي كتير، ففتحه الاخراج التهبت تمام وبقت حمراء، فانت كده علامه على طول، يبقى انت كده عرفت تقول له لا الكلب ده كان عيان. ده رقم واحد، دي حاجات دي محدش هيقولها لكم خالص، دي خبايا كده. تاني حاجه تشوف الشعرايه بتاعت الكلب، ما شاء الله الله اكبر الجرو بتاعنا الشعرايه باينه، التقل بتاعهم صعب انك تشوف جلده يعني، انت فاهمني؟ بص تقل الشعرايه والنقاء بتاعها عامل ازاي، فانت شوف الشعرايه بتاعت الكلب، لقيت الشعرايه نظيفه بمعنى ايه نظيفه؟ ما تلاقيش قشره، في حاجه في مرض جلدي، الحاجات بتتعالج وحاجات مستعصيه، انسى انها تتعالج، حتى لو الدكاتره قالت لك ليها علاج انسى ان يكون لها علاج، تمام؟ فانت تعمل كده في جسم الكلب، لقيت حته وقفت ايدك بص عليها وفروقها لقيتها قشره بيضه، قشره بيضه ما تشتريش الكلب. ليه؟ ملهاش علاج، مرض مستعصي، ليها علاج على المدى الطويل قوي، وانت مش جايب كلب عشان توجع دماغك، تمام؟ انت كده بصيت على الكلب. تالت حاجه واخر حاجه انا بقول لكم على اهم ثلاث حالات بتبقى علاجها صعب ومقرف، وانت مش جايب كلب عشان تقرف نفسك. عي لا قدر الله عندك بعد كده هتبدا تعالج وتراعي وتعمل كل حاجه، بس انا بتكلم على ايه؟ ا ب شرى، تمام؟ اخر حاجه بتخلي الكلب يمشي، تشوف فيه عرجه لا قدر الله، عنده شلل، المشيه مش طبيعيه، كده انت اطمنت على الكلب وكده انت خلاص شفت كل الحاجات اللي لازم تشوفها وانت بتشتري جرو، سواء بقى اي نوع من انواع السلالات من عندي من عند غيري، وكلنا وكلنا ربنا، وربنا يا رب يبارك لكم كده في رزقكم، ونبارك لاحمد على اجمل جرو، هنتابع معاه وهنتابع مستواه. ما شاء الله الله اكبر، الجرو من يعني من الصعب انك تعرف تشيله بايد واحده، الله اكبر. الجسم اللي انتوا شايفينه ده كله لبن، ميه، سائل، لسه ما اكلش اكل بيت خالص،
هبعت لاحمد الاسكرينات اللي بياخد من عند جاره وانا ما بسيبهوش، هبعت لاحمد الاسكرينات بتاعت النظام الغذائي بتاعت التطعيمات بتاعت كل الحاجات دي، وبتابع دايما دايما مع العميل خطوه بخطوه، لان العميل بيبقى جاي وارد انه ما يكونش ربى، وارد انه ما يكونش راعى كلاب قبل كده، فبتابع معاه خطوه بخطوه ازاي يمشي معاه بنظام غذائي محترم، ازاي يمشي معاه ويواظب على التطعيمات بتاعت الجرو. احنا كده الجرو بتاعنا هو هيطعم السوماني بعد ما ياخده من عندي بخمس ايام، يكون الكلب خد حراره المكان عنده، يبدا يطعم السوماني ونتابع معاه. تمام، ده طلع الله اكبر، انا شايف طلع يعني ان ما كانش زي دارك ما كانش احلى. رب انت شرفتني يا احمد، شرفتني والله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، ويا رب يكون كلنا استفدنا من الفيديو ده، ودعواتكم وهتوحشوني حرفيا لحد الفيديو اللي جاي. مع الف سلامه.